حزب التجمع الوطني الأحرار التجأ للعمل الحزبي والعمل السياسي، والدليل أننا الآن عندنا أكثر من 17 منظمة موازية للحزب، وهذا ما كايناش في حزب آخر. والحزب حاط واحد المخطط، منتديات ولقاءات وطنية وجهوية ومحلية على طول السنة، بغض النظر واش السنة انتخابية ولا لا. الهدف ديالنا هو التكوين وتمكين الشباب والمرأة من العمل الحزبي. فإن شاء الله نتمناو، وهذا تكليف بالنسبة لي، تكليف أكثر من هو تشريف، نتمنى أنني نكون حسن الظن ديال السيد النائب البرلماني والإخوان كامل اللي دعموني، وأننا نكون نعطوا الإضافة الحقيقية، وتكون الشبيبة ديالنا من أهم ومن أنشط الشبيبات إن شاء الله في الإقليم. وترقبوا إن شاء الله عبر الصفحة ديالنا الرسمية، غنعلنوا على واحد لقاء تواصلي اللي غادي يتلاقوا بين الإخوان القدام والإخوان الجداد، وغنشكلوا معا المكاتب وغنشكلوا معا البرنامج ديالنا السنوي. وانا اضيف شيئا، شكرا لكم. تقريبا عدد كبير ديال الفرعيات ديال المدارس في القرى ما عندهمش الربط بالماء والكهرباء، حتى شبكات ديال الصرف الصحي ما كاينينش في هذه المدارس. اذا هاد 70 مليار ولا 80 مليار اللي وفرتو طيله واحد الخمس سنوات، الاثار ديالها على مستوى الصحه والتعليم ما باينش. اذا حنا كحزب خصنا نتفاعلوا، خصنا نطرحوا هاد المواضيع للنقاش. خلي شي واحد يحاسبنا في 8 اشهر اللي درنا فيها مشروع ديال الحمايه الاجتماعيه اللي هو مشروع ملكي، كنعاود ناكد عليها مشروع ملكي، ولكن كيحتاج النساء والرجال اكفاء اللي غادي ينسوا هاد الورشه. المساله ديال الدعم ديال المهنيين النقل، المستوى التعويضات العائليه، الناس اللي كيتحددوا كانت تقريبا الطفل الثاني والرابع والخامس والسادس تقريبا واحد 15 ولا 30 درهم، كان ولا 100 درهم، ولكن راه الاثار ديالها حنا ما نبغاش نهضروا على المستوى المدينه، كتبان لنا 100 درهم راه شيء عادي، ولكن اللي في الجبل واللي كيعاني اوضاع مصريه بالنسبه ليه 100 درهم راه حاجه كبيره وكبيره بزاف. تقريبا 25 التزام اللي قدمنا البرنامج الانتخابي كلها اوراش تفتحات، الا ما حققناش شي حاجه ولا ما بديناش شي حاجه راه فتحنا النقاش. اذا الحكومه الحاليه كتقوم بمجهود كبير. السلام عليكم، اسامه فوزي رئيس الشبيبه التجمعيه بجهه مراكش اس في. تحيه للمنابر الاعلاميه اللي كتواكب جميع الانشطه وكتساهم في تخليق النقاش العمومي وفي المساهمه ايضا في الصالح العام. بالنسبه لنا حنا اليوم كنتواجدوا باقليم اسفي اللي هو المحطه الثالثه من محطات تجديد هياكل الشبيبه التجمعيه الاقليميه. تم انتخاب الاخ عثمان الشرقي مره ثانيه رئيسا لمكتب التمثيليه، لما يتوفر على خصال الالتزام والانضباط وايضا العمل والمعقوليه. ارتأوا القيادات ديال الحزب على مستوى الاقليم انهم يزكيوه مره اخرى، ايضا حتى الشبيبه التجمعيه بالاقليم شفنا باجماع الشابات والشباب الذكيه ديال الاخ عثمان. احنا الان الشبيبه كنا في المرحله الاولى، مرحله ديال رهان الانتخابات، الان عندنا رهان ديال المساهمه في نشر وترويج عمل الحكومه. كنشوفوا بانه السيد الرئيس عزيز اخنوش كيقوم بمجهودات جباره، الان خاص الشبيبه التجمعيه خاصها تواكب هذا العمل. كنشوفوا ايضا ترافع برلماني ديال السي محمد الحداوي اللي عطى واحد الديناميه وعطى واحد الروح للحزب، خاص الشبيبه التجمعيه ايضا تواكب هذه المجهودات، وايضا مجهودات ديال السيد المنسق الجهوي السي محمد القباش اللي ايضا حتى هو كيساهم في الحفاظ على التماسك ديال الحزب. اذا كلها امور اللي حنا كشبيبه ديال التجمع الوطني الاحرار مطالبين وملزمين باش اننا نواكبوها ونتمنوها في افق ان شاء الله الاستحقاقات ديال 2026 لحزب التجمع الوطني الاحرار بجهه مراكش اسفي انه غادي يقول الكلمه ديالو مجددا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه تنشكر موقع اشواق تي في ديال اسفي على التغطيه الاعلاميه، المنبر اللي مشهود ليه بالمصداقيه والكفاءه ديال الاخوان ديالو، فمشكورين على هذا الدعم الاعلامي. كما شفتوا معنا اليوم كانوا لاول مره باقليم اسفي مؤتمر مشترك بين الشبيبه التجمعيه ومنظمه المراه، وهذا في اشاره قويه باننا رحنا عائله واحده واننا متشبتين بعضياتنا. وتم فيه انتخاب ديالي على للمره الثانيه على التوالي على راس الشبيبه التجمعيه بالاقليم،
وهذا تكليف اكثر من هو تشريف. فاحنا ان شاء الله عازمين على اننا يكون واحد انتقال سلس من مسار ديال الثقه اللي عطونا فيه الاخوان والساكنه واحد يعني عطونا الاصوات ديالهم في 8 سبتمبر وعطونا المرتبه الثانيه بمدينه اسفي. وحنا دابا غندوزو لمسار اخر اللي هو مسار ديال التنميه اللي غنترافعوا فيه على الاقليم وغنكونوا قراب ان شاء الله للساكنه ونتواصلوا معاهم ونحاولوا ايجاد حلول ديال المشاكل ديالهم. ف بخلاصه كان هذا هو يعني العمل اللي دار في هذا المؤتمر هذا وكان خريطه الطريق ان شاء الله لما هو في المستقبل ان شاء الله. ومازال عندنا بزاف ديال 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 المفاجات اللي غتكتشفوها معنا عما قريب. وشكرا لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.